الدكتورة إحسان سعيد عبد المجيد، أستاذ مساعد في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية قسم المجتمعات الريفية والصحراوية، تخرجت في كلية الآداب جامعة الإسكندرية قسم الأنثروبولوجي، حصلت على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جامعة عين شمس، نالت الدكتوراه في علم الاجتماع، وكان موضوع البحث العنف والعنف المضاد لدى المرأة في السينما المصرية. للدكتورة إحسان سعيد كثير من الدراسات الخاصة بالأنثروبولوجي، ولديها أيضا العديد من الدراسات عن المرأة والعادات في المجتمعات الريفية. قامت الدكتورة إحسان بإعداد العديد من الدراسات حول العادات والتقاليد الشعبية للمجتمعات البدائية، ومن بينها موضوعات السحر والشعوذة. طبعا من المؤكد ان الدجل والشعوذة بقالوا نصيب واضح في كل مشاكلنا وقضايانا، بداية من الزواج، الطلاق، كمان الانجاب والرزق والمرض، لدرجة ان السحر والشعوذة بقى موجود في ذهن منتخبات واندية كبيرة جدا. لسه شايفة لهذه اللحظة ان جامايكا هو المسؤول عن نتائج فرقها، مسؤول عن النصر ومسؤول عن الهزيمة. عن السحر والدجل والشعوذة في مصر، عن المؤمنين بالخرافة في المدن والأقاليم اللي فيها هذه الخرافات، حتى هذه اللحظة يدور حوارنا الليلة.